الهلال الأحمر السوداني، الكرامة للجميع. تحت وطأة ظروف الحياة المثقلة، صرخة نداء كانت كفيلة بتحرك مشاعر الكثيرين، مشاعر إنسانية كانت دافعا قويا في تأسيس جمعية الهلال الأحمر السوداني في سنة 56 و900 بقرار من مجلس الوزراء. أسهم في تخفيف المعاناة وتقوية قدرات الشرائح الضعيفة في المجتمع. فجمعية الهلال الأحمر جمعية تطوعية تعمل كجهة مساعدة للدولة في حالتي السلم والحرب، وفقا للمبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وهي الإنسانية وعدم التحيز والحياد والتطوع والوحدة والاستقلال والعالم. حقيقة الخدمات اللي قدمت يمكن قدمنا من خلال التقرير 4 سنوات حوالي ساعدنا حوالي 1,598,000 سوداني من خلال تقديم الإيواء، وحوالي 3-4 مليون برضو تلقوا خدمات غذائية من خلال نشاطات الهلال الأحمر السوداني، وحوالي نفس العدد قدمت لهم كخدمات صحية عبر مراكز جمعية الهلال الأحمر السوداني المنتشرة على كل المناطق المضررة. للجمعية إنجازات ونجاحات لا تخطئها العين، تقف ساهرة في حالة الطوارئ لأي أزمة تضرب السودان في مختلف أنواع الكوارث. تصل المتأثرين في تلك الظروف القاسية يد تقيهم وتأويهم وتقدم لهم العون والمساعدة، وتقوم بإدارة معسكرات النازحين واللاجئين، وتقدم لهم العون والمؤنة والغذاء والدواء. بجانب هذا كله، فالهلال الأحمر يقدم خدمات لعدد 5 ملايين مستفيد بصورة مستمرة، فضلا عن إقامة برامج ومشروعات للتنمية والأمن الغذائي. تسعى الجمعية إلى إعادة الروابط العالمية والإعلام ونشر القانون الدولي والإنساني. أما في مجال كفالة الأيتام، فتكفل 5,000 يتيم بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، فضلاً عن مشاريع محو الأمية ورياض الأطفال والأعمال النسوية،
فقد بلغ عدد المستفيدين في هذا المجال نحو 16,000 شخص، بجانب نحو 836 استفادوا في مجال التدريب المهني في ولايات البحر الأحمر وكسلا وغرب دارفور. الفقر الحاصل في السودان نحن ممكن نساعد في أنه الناس يخرجوا من هذه المسألة عبر مشاريع التمويل الأصغر. بدأنا في بعض الولايات وفتحنا تجربة كانت ناجحة وممكن تعمم عن بقية الولايات، ونحن نسعى في أنه يكون لها رحمة مؤسسة كبيرة في مجال التطوير الأصغر. كما قامت الجمعية بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية على الإزعافات الأولية كالتمريض المنزلي ومحاضرات التثقيف الصحي، بجانب المشاركة في حملات إصحاح البيئة وحملات التحصين، وبلغ عدد المستفيدين نحو 600,000 مستفيد. وتنفيذ محاضرات نوعية وحلقات نقاش وزيارات منزلية وفحص طوعي لمكافحة مرض الإيدز لعدد 157,000، وهذا قليل من كثير. كما قامت الجمعية بإصدار وطباعة منهج للتدريب على الإزعافات الأولية، حيث لا تزال الإزعافات الأولية محوراً للاهتمام ومنشطاً تقليدياً هاماً تقدمه الجمعية للمجتمع عبر المدربين المؤهلين في هذا المجال، ومستهدفة بأن يكون هنالك مزعف في كل منزل. وأنشأت الجمعية مشروعاً للسلامة المرورية يهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع بواسطة المتطوعين المنتشرين في جميع ولايات السودان، فضلاً عن مشاريع المياه التي تهدف إلى توفير المياه النقية الصالحة للشرب ومياه في الحالات الطارئة. تعمل الجمعية في عدة مجالات أساسية، منها محور التنمية التنظيمية يهدف إلى ترقية قدرات الجمعية الإدارية والفنية وتنمية الموارد، ومحور الصحة يساهم في تحسين صحة المجتمع من خلال التدخلات الصحية الأولية والوقاية من الأمراض. محور الاستعداد والاستجابة للكوارث يهدف إلى قدرات المجتمع للاستجابة للكوارث للتخفيف من الحد منها. ومحور نشر القيم الإنسانية في ترسيخ مفهوم القانون الدولي والمتطوعين في مجالات العمل الإنساني. بجانب محور التنمية والرعاية الاجتماعية يساعد الشرائح الضعيفة في حماية كرامتها ودعم الوضع الاقتصادي. وكان للمتطوعين الدور المقدر في تنفيذ الأنشطة بصورة فاعلة بدعم من شركائها،
وستظل جمعية الهلال الأحمر السوداني عنواناً للبذل والعطاء ونموذجاً ناجحاً لتنفيذ الأعمال الإنسانية بشتى أنواعها، ويبقى فريقها ومكاتبها المنتشرة في 15 ولاية في السودان بوابة مفتوحة على مصراعيها لمواجهة أي ظروف أو أزمات طارئة. الهلال الأحمر السوداني، الكرامة للجميع.